أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الفصائل المقاتلة تستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في الملاجة والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي وفق ما أفاد مراسل حلب اليوم. شركة وتد للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام تعلن عن رفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك بعد مرور نحو 10 أيام على تسجيل آخر ارتفاع للأسعار. شبكة الإنذار المبكر تعلن تسجيل 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الشمال السوري، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 5382 حالة. الدفاع المدني السوري أفاد بمقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة الباسوطة بريف عفرين شمال محافظة حلب. انتشار مقطع فيديو متداول لعنصر من قوات النظام وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على مواطن قالت زوجته أنه مريض في حافلة نقل بكراج العباسيين. إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير غربي البلاد إلى 24 قتيلاً و804 مصابين.